بأنه يعضها. فالتفت القاضي إلى الزوج المدعى عليه: صحيح يا فلان أنك تعضها؟ قال: نعم. وقام وعضها قدام الشيخ. قال: الله أمرني بذلك. قال: كيف الله أمرك بهذا؟ قال: لأن الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن. فأنا أمتثل أمر الله. شوفوا الجهل وش يسوي. لولا أن القاضي أخبرني ولا ما كنت أظنها أنها تقع. والآية ما هي بكذا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال: عظك الردة، بل عظك الردة، ما هو بعظ، عظة وموعظة ونصح.